إما أن تكون نورانية قد أفلح من زكاها فصارت هذه النفس نورانية شريفة معطاءة، وقد خاب من دساها فصارت هذه النفس ممتلئة من الداخل بالدخان بالشرر بالشره بالطمع بالهوى بالكبر بالتعالي. وتعالوا حضراتكم نكمل المقارنة. الأنا النارية المدمرة ممتلئة أيضا بالكبر والغرور، الأنا النورانية ممتلئة بالتواضع. طيب تعالوا نكمل المقارنة. الأنا النارية المفعمة بالكبر والغرور ممتلئة من الداخل بالأخذ، ممتلئة بالشره، تريد دائما في كل لحظة وفي كل وقت، مهمومة دائما في كل لحظة بالأخذ بالأنا. الأنا النورانية ممتلئة بالعطاء، متدفقة بالكرم، فياضة بالسخاء. تعالوا حضراتكم نكمل المقارنة. الأنا النارية إذا تملك منها الكبر والغرور والأخذ وصفت بالتعالي. الأنا النورانية التي تزكت قد أفلح من زكاها ممتلئة في المقابل بالفداء، بالنجدة، بالنخوة، بالشهامة. ومن رحم هذه الأنا النورانية تولد نفسية الشهيد. الأنا النورانية ممتلئة بالكرم، لكن الأنا النارية ممتلئة بالشح، بالبخل. الأنا النارية اتعودنا ان احنا نسميها دايما بالأنانية، لكن النفسية النورانية الشريفة التي امتلأت بالتواضع والنجدة والكرم والعطاء ممتلئة ومفعمة بالإنسانية. وهنا قصة طريفة. كان من أولياء الله الصالحين رجل من أئمة الهدى والنور، الإمام سري الدين السقطي، وكان رحمه الله تعالى خال الإمام الولي الصالح أبي القاسم الجنيد. رجال أكابر إذا ذكروا نزلت الرحمة. الإمام سري الدين السقطي مرة جلس مع طلابه وتلامذته في القرن الخامس الهجري، وقال لهم جملة غريبة. قال لهم: أنا منذ 30 سنة أستغفر الله من مرة قلت فيها الحمد لله. الحقيقة أن هذه العبارة كانت غريبة مدهشة. هل كانت كلمة الحمد لله ذنب يستغفر الإنسان منه؟ فضلا عن أن يظل مواظب على الاستغفار من هذه الكلمة على مدى 30 سنة، أنا منذ 30 سنة أستغفر الله من مرة قلت فيها الحمد لله. تلمزت قالوا له: سيادتك الكلمة دي يعني إيه؟ إزاي يعني؟ إزاي إنسان يستغفر من جملة ممتلئة بالحمد والشكر؟ قال لهم: اسمعوا القصة. قبل 30 سنة كنت أمتهن مهنة التجارة في بغداد، ولي دكان في الحي بتاع الدكاكين، وأنا قاعد مع أصدقائي إذ جاء علينا رجل من قبل الحي الذي فيه الدكاكين وهو يصيح بنا: أدركوا دكاكينكم فقد احترقت، اشتعلت فيها النيران. طبعا في شريف علم حضراتكم عند حصول مثل هذه الحالة ينتشر بين الناس جو عام من الهلع، الفزع، الرعب، الاضطراب. قال الإمام الجليل سري الدين السقطي: فقمت أجري مع من يجري من الناس وقد انتشر الهلع والفزع بينهم، إذ لقينا رجل مقبل من جهة الدكاكين، فلما رآني قال لي: يا سري، لقد نجا دكانك. قال: فوقفت وقلت الحمد لله، ثم انتبهت إلى أنني تذكرت نفسي ونسيت فزع الناس من حولي، فأنا منذ 30 سنة أستغفر الله من تلك الكلمة. النموذج اللي أنا
تشرفت وعرضت على حضراتكم الأنا اللي موجودة جواه، أنا نورانية محمدية زكية، تضاءلت فيه تماما، بل اضمحلت وتلاشت هذه الأنا النارية الممتلئة بالكبر والشح والطمع والأخذ، سحقت واضمحلت تماما تلك الأنا النارية، فسطعت وأشرقت بداخله تلك الأنا النورانية النبيلة التي جعلته ممتلئ بالإنسانية. وعلى فكرة الموقف ده نقدر نفهم منه حاجات كتير، نقدر ناخد منه منهجية الفهم. مش كلمة الحمد لله دي وردت في أول الوحي الشريف في سورة الفاتحة؟ أليست كلمة جليلة من الوحي؟ ومع ذلك كان هذا الإمام الرباني صاحب البصيرة أدرك أن هذه الكلمة رغم شرفها وجلالها لما امتلأت منه في هذا الموقف بالأنانية بالبخل بتذكر النفس ونسيان الناس، تحولت في نظره من كلمة جليلة من الوحي وصارت ذنبا ومعصية. إذا كان الإنسان صادقا مع نفسه يستغفر منها. الأنا النارية ممتلئة بالغرق في أوحال الذات والنفس، الأنا النورانية ممتلئة بنكران للذات. الأنا النارية تبرز عند الإنسان فتسبب النزاع والشقاق، ويشير إليها المولى جل جلاله في قوله وأحضرت الأنفس الشح. الأنا النورانية تبرز في أوقات الشدائد فتجلب الأمان، ويعبر عنها المولى جل جلاله في قوله ولا تنسوا الفضل بينكم وبها تأمن الأوطان. الأنا النارية لها مجموعة تركيبات وتعبيرات مألوفة يمكن احنا بنسمعها كتير. يقول أنا ومن بعد الطوفان، انت مش عارف أنا مين وأنا مالي، تعبيرات مألوفة معبرة عن هذه الحالة. الأنا النورانية لها تعبيرات أخرى يمكن سمعنا عبارات منها في الفيلم قبل شوية. التعبيرات بتاعتها يقول أنا فداكم، يقول أنا رقبتي سدادة، يقول ما تخافوش وأنا موجود، نفسية الشهيد بالضبط. أبرز نموذج صارخ للأنا النارية النموذج الذي قال قديما أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب الأنا النورانية نلاقيها فين؟ وهي موجودة في الوحي الشريف. يمكن حضراتكم الآن ترجعون بالذاكرة وتفتكروا حديث الشفاعة لما أن تأتي البشرية جميعا إلى أنبياء الله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، فسيدنا آدم ينقل البشرية بأكملها إلى سيدنا إبراهيم، فسيدنا نوح، فسيدنا موسى، فسيدنا عيسى عليهم صلوات الله وتسليماته، وجميع أنبياء الله يشيرون على الخليقة كلها إلى سيدنا محمد. فإذا جاء الناس إليه حضراتكم فاكرين بيقول إيه؟ بيقول لهم أنا لها. الأنا دي المحمدية النورانية النبيلة أسعفت الناس في وقت الشدة، في وقت الكرب، في وقت الفزع، أدخلت إلى قلوب الناس أمان، طمأنينة، سكينة. أنا فداكم، ما تقلقوش وأنا موجود. سيدنا يوسف برضه ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تدفع البأس عن الناس. الأنا النارية معبرة عن شخص قدم نفسه على كل شيء فكرهه كل شيء. الأنا النورانية قدم كل شيء على نفسه فملك قلوب الجميع وأحبه كل شيء. الأنا النارية إبليسية، الأنا النورانية محمدية رحمانية إنسانية نبيلة تصنع نفسية الشهيد. وصلنا إلى النتيجة النهائية. الأنا الإبليسية بتصنع نماذج زي داعش، تصنع نماذج زي القاعدة، تصنع نماذج زي الإخوان، زي بوكو حرام، زي الخوارج قديما أيام الصحابة، زي كل التنظيمات المتطرفة الممتلئة من الداخل بتلك الأنا النارية.
الآن النورانية بتصنع إيه؟ تصنع العلماء الربانيين، تصنع الأولياء الصالحين، تصنع الشهداء. المقارنة مرة تاني من أولها لآخرها. المدخل ده هو اللي بيساعدنا بالفعل على أن نفهم بعمق كيف تصنع من الداخل نفسية الشهيد. واسمحوا لي كمان بإضافة وإلحاق، على فكرة دي مش بس نفسية الشهيد فقط، المدخل ده والمقارنة دي هي اللي احنا نقدر نستفيد منها في فهم نفسية المرتشي، في فهم نفسية الفاسد، في فهم نفسية المنحرف، في فهم نفسية التكفيري. وأنا أزعم أن كل مظهر من مظاهر الانحراف البشري تكمن من ورائه تلك الأنا النارية. أما الأنا النورانية التي تملأ نفس الإنسان نبل، عطاء، كرم، وطنية، فداء، شهامة، رجولة، صدق، إنصاف من النفس، فداء للوطن، تقدير. وتعالوا بينا إلى الآيات الكريمة والأحاديث النبوية المشرفة التي وردت في فضل الشهيد وما أكثرها. وعلى رأس تلك الآيات، الآيات الجليلة اللي احنا تعودنا دايما أن نستشهد بها في الحديث عن الشهيد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. احنا تعودنا دايما ان احنا نستشهد بالآيات الكريمة ونقرأها في كل مناسبة نحتشد فيها لنتشرف بتكريم شهيد، لكن اسمحوا لي بوقفة تحليلية أمام هذه الآيات تبين لنا بالفعل منزلة ومكانة الشهيد عند الله جل جلاله في الملأ الأعلى.